اليوم القرار خطير ومعيب بحق نقابة المحامين بصراحة. وهيدي النقابة هي مفروض تحمي هيدي الحريات، مفروض تحمي الدستور، تعزز حماية الدستور، تنشر ثقافة هيدي الحماية، حماية اتفاقات دولية بمضمون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، هي المفروض الدافع، والدافع عن الرأي والرأي الآخر، وما تاخد طرف مع رأي معين، لأنه هيدا الرأي عم يزعج السلطة، عم يزعج المنظومة المصرفية، عم يزعج هيدا المنظومة اللي بدها تقمع العدالة. واضحة المعركة لوين عم بتروح، في أصوات قوية عم تطلع، لا عم تترهب ولا عم تترغب، مكملة من محامين أحرار عم تحكي، الهدف إنه يقمعوها. أنا برأيي مش بس هيدي مش قمع لمحامين، هيدا قمع حريات بشكل عام. هيدي القضية ما بتمس بس نزار كشريك، كل التقدير للشركاء ما بيعرفوا شو يعني نزار كشريك لكتير قضايا بالمجتمع. نحن شركة معه بي 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 إذا بدك بالهجوم على المصارف اللي عم تنتهك حقوق الناس، حقوق المودعين كل يوم. نحن معه شركة لتعزيز العدالة، هو الشركة قوية، هالشراكة قوية بيننا وبين ليج الأجندة، مشان هيك زعجتهم، مشان هيك عم يقمعوها. أنا برأيي إذا ما في حرية ما في شيء، لا فينا نرفع الصوت لشيء، لا أي حقوق سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا شيء. مشان هيك معركة الحريات هي معركة أساسية لإعلاء الصوت بكتير قضايا.